حسبنا الله ونعم الوكيل، بحاولوا ينغصوا علينا الفرحة إنه لا الأسير ما يروحش على الدار، يعني بعطوك غرامة وإبعاد، كل هذا عشان ما تسويش حفلة وتقعد مع أهلك وحبايبك، عشان ما يجمعوش الناس ما تكونش هاي ظاهرة عامة إنه كل أسير بروح إنه هو يكون بطل. هم بدهم يلغوا هاي الشغلات إنه عشان الناس تتطرف عن الوطنية، تبعد عن الطريق الوطن، عن طبيعة العيش هناك. كنا الحمد لله يعني نمشي أيامنا في الجلسات، نصبح الساعة 8:30 نبلش جلسات قرآن، بعدها الجلسات الثقافية. ما بعد الجلسات الثقافية كان الشباب يعني كل واحد له دور، شفت رياضة يلعبوا رياضة، يخلصوا رياضة، بعد الرياضة كل واحد يعني يتفرغ لحاله. يعني في مكتبة الحمد لله كان الجميع يقرأ ويتعلم ويستفيد من الحبسة. وكانت الحمد لله يعني الناس غد رابط الأخوة بينهم قوي، مش زي الناس بتفكر إنه الأسرة كان في شوية حزيات بيناتهم، بس الحمد لله يعني فضل من ربنا الأخوة بشكل كبير غاد، يعني كلها على طريقة المسامحة والمحبة والعطاء، وكلهم كريمين على بعض، مفيش حدا بيبخل على التاني. الخطة المستقبلية إن شاء الله بدنا نكمل في الجامعة ونتقدم في حياتنا يعني في التعليم، يعني الناس الواحد يطلع يخلص يكمل المبدأ اللي عنده، يتعلم يدير باله أهله بين أصحابه يعيش زي هالناس.